بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شابتر 8، ملخص سريع للقوانين وبعض الملحوظات او بعض الشرح الخفيف لبعض العمليات. بسم الله نبدا. اول حاجه يعني ايه ابريسيف ماشيننج؟ هي عمليات تستخدم في ازاله المعدن من سطح الشغله، زيها زي الميلنج، زي التيرنينج، بس هي اغلبهم بيستخدم كعمليه فينيش. يعني بعد عمليات بعمل عمليه مثلا شيبنج مقشطه او تيرنينج، باخد السطح ده اعمل له فينيش، انا عامه، سواء بقى بعمليه جرايندنج، بلابنج، بهونينج، ايا كانت نوع العمليه الابريسيف ماشيننج. ايه اللي قال ان الماتيريال ريموفر بيتم عن طريق استخدام حجر جلخ او حجر ويل معمول على السطح بتاعها حبيبات ملتصقة أو ملصوق على السطح بتاعها حبيبات باستخدام بوندنج، أيا كان نوع البوندنج ده بقى. أشهر عملية من عمليات الأبريس ماشيننج ألا وهي الجرايندنج، اللي هتلاقيها منتشرة في كل مكان. يعني في أي ورشة هتلاقي فيه حجر جلخ، زي أبسطها اللي أنت بتروح تسن السكاكين كده عند أي حد في ورشة، هتلاقي عنده حجر جلخ بيسن بيه السكاكين، بيعمل فينش لسطح السكين عشان يخليها ناعمة، يخليها حادة. فأشهر عملية هي عملية الجرايندنج. بعد في بعض العمليات التانية زي الهونينج، اللابنج، لكن ديت عمليات سوبر فينش موجودة طبعا، بس الجرايندنج أشهرهم والأكثر انتشارا. الجرايندنج شبه في شبه من الميلينج، يعني أنت عندك في الميلينج أو التفريز، في عندك تفريز أفقي زي السلاب ميلينج، محور دوران التول أو السكينة بيبقى إيه أفقي على الورك بيس، لكن الفيرتيكال محور دوران الورك السكينة بقى عمودي على الورك بيس. نفس الفكرة هنا، عندي في نوعين برضو، عندي في فيرتيكال وعندي هوريزونتال وفي عندي مايل. ده شكل حجر الجلخ، ده شكل حجر الجلخ اهو، او الجرايندنج ويل، اشكال كتير وباكتر مختلفة. ده زي ما قلت لكم، في عندي هوريزونتال جرايندنج يكون محور دوران الحجر افقي، عندي فيرتيكال جرايندنج محور دوران الحجر فيرتيكال. ادي الحبيبات ملتصقة معمول لها بوندنج في الحجر مع نتيجة الاحتكاك بين الماتيريال سطح الشغلة وبين الحبيبات، ده بيحصل تآكل في السطح، بيحصل ليها تشغيل. ده شكل الماكينة، ماكينة التجليخ. دي ماكينة كبيرة شوية، دي التيبل بيحصل لها حركة ريسبوركيتنج اللي هي حركة الورك بيس، سرعة الورك بيس. ده حجر الجلخ في سرعة دورانية، وباخد السرعة بتاعت السطح بسميها الفي، السرعة سرعة السطح. بعد كده يا شباب، أول قانون عندي في الأناليسيس بتاعة الجرايندنج واحد، اللي هو الويل سبيد، سرعة الحجر. قال لي سرعة الحجر بتساوي الباي في الدي في الإن. إيه الباي؟ إيه الدي؟ هو القطر بتاع الحجر. الإن الروتيشنال سبيد بتاعة السبندل بتاع الحجر. الفي هو السيرفس سبيد او السرعة الخطية بتاعت الحجر الجلخ. تاني حاجة الفيد، الف في الجرايندنج عندي نوعين من الفيد. عندي في حاجة اسمها الان فيد، اللي انا بقول عليه الدبس اوف كات، اللي انا هنزل هاكل قد ايه من سطح الشغلة، اللي هو الدبس ده هاكل قد ايه من سطح الشغلة، دبس اوف كات، فده اسمه الان فيد او الفيد الرأسي. يعني الحجر ده هينزل قد ايه، ياكل في الشوط الواحد الدبس قد ايه، عمق قطع قد ايه، ده اسمه الانفيد. هتلاقي في اغلب المسائل بيقول لك الانفيد، ساعات بيقول لك الدبس اوف كات، هو ده مليمتر بالباص، يعني هاخد قد ايه في الشوط الواحد. بعد كده عندي الكروس فيد او الفيد العرضي، يعني انا اخدت شوط، اخدت عملت تجليخ للشكل ده للجزء ده، همشي قد ايه كمان عشان اشغل السطح ده، يبقى ده الكروس فيد، الفيد العرضي. ده اتجاهه، الرمز بتاعه W او الويتس اوف كات، ساعات بنقول عليه الويتس اوف كات برضو. يبقى عندي اول حاجه الان فيد، الفيد الراسي، دبس اوف كات، عندي الكروس فيد او الفيد العرضي، ان انا هشغل او الويتس اوف كات. ده اتجاه الكروس فيد اهو، حركه العرضيه، اتجاه الان فيد حركه راسيه، ده اتجاه الان فيد، ده اتجاه الكروس فيد. بعد كده يا شباب
عندي الماتيريال موفر ريت، المفروض بقى الناس اتعودت على الماتيريال موفر ريت، حجم المعدن المزال في الوقف التايم. يبقى الماتيريال موفر ريت بتساوي ايه؟ بتساوي ال في دبليو في ال دبليو في ال دي. ال في دبليو الماتيريال موفر ريت طبعا الوحده بتاعتها زي ما عارفين ملي متر مكعب لكل دقيقه. ال في دبليو هي سرعه الورك بيس او سرعه التيبل ملي متر لكل منت. يعني لو مديها لي بالمتر احولها هضرب في 1000 عشان احول لملي متر. ال دبليو اللي هو الكروس فيد او الويدث اوف كات ملي متر. الدي ديبس اوف كات مليمتر بير باس. قال لي في ملحوظه هنا، قال لي في حاله الراف جرايندنج الدي غالبا بتساوي 1 من 10 مليمتر في الباص الواحد. في الفينش جرايندنج الدي بتساوي 0.05 مليمتر في الباص الواحد. ده لو هو مش مديني يعني ديبس اوف كات او ان فيد للفينش والجرايندنج، او مش مديني فيد عموما في المساله. بعد كده حاجة اسمها الجرايندنج راشيو. الجرايندنج راشيو بتساوي ايه؟ بتساوي الفي فوليوم بتاع الورك بيس على الفوليوم بتاع الجرايندنج ويل. ايه هو الفوليوم بتاع الورك بيس؟ هو حجم الماتيريال اللي انا هشيله من الورك بيس. مش انا بعمل باكل في سطح الشغله، انا شلت منها حجم قد ايه؟ يبقى ده فوليوم المزال او الفوليوم الرموفد من الورك بيس ملي متر مكعب. طيب ده الفوليوم بتاع جرايندنج ويل، هو برضو الفوليوم المتآكل. مش الحجر الجلخ ده بيحتك بالورك بيس او الشغله، بيحصل بينهم تآكل، الحجر بياكل في سطح الشغله وكذلك بيحصل تآكل للحجر مع الوقت، بتلاقي ان الحجر بدأ يتآكل وبدأ يتلف. فانا هحسب الحجم المتآكل والحجم المزال من سطح الشغله واقسمهم على بعض، هو ده اسمه الجرايندنج راشيو او نسبه التجليخ. بعد كده يا شباب عندي حاجه اسمها اللينس اوف ذا شيب، او اوقات بقول عليه الكونتاكت لينس. يعني ايا كان قال في المساله بقى الافريج لينس بتاع الشيب، قال اللينس اوف ذا شيب، قال الكونتاكت لينس بتوين ذا ويل اند ذا ورك بيس. يبقى يقصد بيه ال سي. ال سي بيساوي جذر الدي كابيتال في الدي سمول. الدي كابيتال اللي هو قطر الحجر الجلخ، الدي سمول اللي هو ان فيد او الديبس اوف كات. ايه هو ال سي؟ اهو ده الكونتاكت لينس. لو لاحظت هتلاقي ده اللينس بتاع الكونتاكت بين الحجر الجلخ وبين الورك بيس، وهو برضو اللينس بتاع الشيب الرايش. ده اللينس الرايش الشيب لينس. بعد كده عندي ذا جرين اسبيكت راشيو. ايه الجرين اسبيكت راشيو؟ الار جي بتساوي الدبليو داش على التي. ايه الدبليو داش يا شباب؟ الدبليو داش ده عرض الشيب. عرض الشيب لو انا خدت كروس سيكشن من هنا كده، خدت كروس سيكشن من عندي هنا ونزلته تحت، هلاقي ان الدبليو داش اهي عرض الشيب، ده السيكنس بتاع الشيب. يبقى الار جي بتساوي الدبليو داش على التي. بعد كده يا شباب عندي نمبر اوف شيب ريموفد او شيب فورمد بير تايم، عدد الشيب الفورمد بير تايم ال ان سي. ال ان سي بتساوي ال في سرعه الحجر، حجر الجلخ او الجرايندنج ويل، في الدبليو الكروس فيد، في السي اللي هو اسمها نمبر اوف اكتف جريدز بير اريا، بتساوي وحدتها شيب او جريدز بير ملي متر مربع. كل حجر يعني من الحجر الملي متر مربع فيه كام جريدز او فيه كام حبيبه، هو بيديها لك في المساله السي. طب لو هو مش مديها لي، هو بيديها لك عموما يعني، لكن هي قيمتها بتتراوح غالبا من 1 من 10 ل 10، بيعطيها لك في المساله جيفن. ال ان سي بتساوي ال في في الدبليو في السي، ده اسمها نمبر اوف شيب فورمد بير تايم، الوحدة بتاعتها شيب لكل دقيقة. بعد كده يا شباب the average volume per ship، يجي في المسائل يقول لي عايزك تحسب لي ال average volume per ship. ال average volume per ship بيساوي الماتيريال ريموفر ريت على ال ان سي، هتساوي الملي ملي متر مكعب. قال لك ال average volume يعني هو عاوز volume، يعني هنا عاوز volume يعني عاوز ملي متر مكعب وحدة حجم. الماتيريال موفر ريت بتساوي ايه؟ بتساوي ملي متر مكعب بكل دقيقة.
ال ان سي بتساوي ايه؟ بتساوي شيب لكل دقيقة. هتطير من اتمعمنت هيتبقى عندك ايه؟ ملي متر مكعب لكل شيب. هو ده اسمه الافرج فوليوم بير شيب، هو ملي متر مكعب لكل شيب. بعد كده يا شباب السبسيفيك انرجي، سبسيفيك انرجي بتساوي اليو اي اف سي في الفي على الفي دبليو في الدبليو في الدي. من يعني زي ما متعودين القانون بتاعها واحد، الاف سي قوة في سرعة بتساوي باور. يعني لو فاكرين في الكاتنج فورسز او الميلينج او قصدي الدريلينج، هتلاقي ان السبسيفيك انرجي بتساوي الباور، باور بتاع الكاتنج على الماتيريال ريموفر ريت، والفي دبليو في الدبليو في الدي هي الماتيريال ريموفر ريت. بمعنى تاني ان السبسيفيك انرجي بتساوي الكاتنج باور على الماتيريال ريموفر ريت، او بتساوي الاف سي في الفي على الماتيريال ريموفر ريت، او بتساوي الاف سي في في على الفي دبليو في الدبليو في الدي. الوحده بتاعتها جول على الملي متر مكعب. الكاتنج فورس طبعا بالنيوتن بيبقى مديها لك في المساله. الفي سرعه الحجر متر في الدقيقه، الفي دبليو ملي متر برمنت، لان انت عندك هنا الماتيريال موفر ريت ملي متر مكعب لكل دقيقه، ووحده السبسيفيك انرجي جول على الملي متر مكعب. الدبليو اللي هو الويدث اوف كات او الكروس فيد، الدي الديبث اوف كات او الان فيد. بعد كده يا شباب عندي الماشيننج تايم، وقت التشغيل او وقت عمليه التشغيل. الماشيننج تايم بيساوي الاثنين في ال ال، بيساوي الاثنين في ال ال في الاي في البي كابيتال على الف في الفي دبليو في الدبليو. ايه الحاجات دي؟ ال ال از ستروك لينس، هو طول المشوار. بيساوي ايه طول المشوار ده؟ قال لي ال ال بتساوي ال ال زائد دلتا. ال ال اللي هي الورك بيس لينس، طول الشغلة او الطول اللي انا هشغله في الشغلة، وده بيبقى معطى في المسألة. الدلتا غالبا مش بيبقى معطى، لكن انا بفرضه من عندي، اللي هو غالبا بيبقى بيساوي 10 مللي. الاللونس او الكليرنس او الابروش ديستانس اللي انا بسيبها اثناء عملية التشغيل. يبقى ال كابيتال اللي انا هقعد بيها هنا بتساوي ال زائد دلتا. ال ده طول الشغلة او طول اللي انا هشغله في الشغلة. الدلتا بتساوي 10 مللي. البي هو عرض الورك بيس، عرض الشغله اللي انا هعمل لها جرايند. البي كابيتال. الاي از ذا توتال نمبر اوف انفيد باسز، عدد الاشواط اللي انا هستخدمها. ممكن مثلا انا هعمل هاخد عمق من عند سطح شغله، ادي شغله مفروض هاخد سيكنس مثلا هشغل 2 مللي، تمام. لكن انا عندي الدبس اوف كات المسموح لي في حاله الرف او في حاله الفينشنج مثلا بيساوي، في حاله الرف مثلا بيساوي 1/10 مللي في الشوط الواحد. يبقى انا مش هقدر اخد في الشوط الواحد غير 1/10 مللي. يبقى هاخد كام باص هنا؟ هاخد 20 مثلا، صح؟ عشان اخد 2 مللي. او مثلا لو يكون عندي رف وعندي فينش هاخد مثلا 10 اشواط، هاخد مثلا 15 شوط رف و2 شوط فينش، تمام. يبقى ده عدد الاشواط. الاي قال لي بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي التوتال ديبس اوف كات اللي هو ال 2 مللي مثلا، الاتش توتال ديبس اوف كات اللي انا عايز اخده، على الفيد بير باس اللي هو الدي بقى المسموح لي. هتساوي الاتش على الدي. مثلا هنا لو انا هاخد 1 مللي ومسموح لي ب 1/10، يبقى 1 على 1/10 هتطلع بكام؟ 10 باس، لان هاخد 10 اشواط. بعد كده الفي دبليو ده الورك سبيد زي ما قلت لكم، متر بالدقيقه. الدبليو الكروس فيد او الويدث اوف كات. بيتحسب ازاي الدبليو هنا يا شباب؟ قال لي الدبليو في حالة الرف بتساوي 2/3 بي، بي سمول. البي دي اللي هو عرض الحجر الجلخ، عرض حجر الجلخ جرايندنج وي ده في الرف، بتساوي الدبليو بتساوي تولت البي في حالة الفينش جرايند. جبت الحاجات دي اعوض اجيب الماشيننج تايم. لو عندي مثلا رف ماشيننج وعندي فينشنج ماشيننج، هحسب الماشيننج تايم للرف وهحسب الماشيننج تايم للفينش واجمعهم مع بعض، يبقى ده التوتال ماشيننج تايم. زي المساله رقم 5 تقريبا في الشيت، هتلاقوا حلها بعد كده ان شاء الله. اخر حاجه عندي اللي هو السنتر ليس جرايندنج.
سنترليس جرايندنج هي عمليه طريقه لعمليه التجليخ او الجرايندنج، بيتم تثبيت الشغله بين عجلتين او اتنين ويل، اول حاجه اللي هو جرايندنج ويل حجر الجلخ نفسه، التاني حاجه اسمها الريجوليتنج ويل بيستخدم في تثبيت الشغله، وده بيستخدم العمليه دي بتستخدم في عمليات الانتاج الكمي الكبير، يعني ان انت بتحط الحاجه بين الاتنين ويل خلال كام دقيقه بيتم تشغيلها اوتوماتيك كده بقى سي ان سي، ده بيستخدم في الانتاج الكمي. مصنع مثلا شغال بيعمل جرايندنج ويل عمليات مستمره ورا بعض، فانا باخد الحاجه ديت من التيرنينج بس ادخلها على جرايندنج ويل ورا بعض في السريع بنتج كميات كبيره. بعد كده يا شباب المعادله بتاعت الثرو فيد، ثرو فيد ريت في حاله السنترليس جرايند، الفيد ريت الثرو فيد ريت اسمه ثرو فيد ريت، هنفهم يعني ايه ثرو فيد ريت، بيساوي الباي في الدي ار في الان ار على في ساين ار، الاف ار طبعا هو الثرو فيد ريت، مليمتر لكل دقيقه، مليمتر لكل دقيقه، الدي ار اللي هو الدايمتر بتاع الريجوليتنج ويل، الدايمتر بتاع الريجوليتنج ويل اهي، دي الريجوليتنج ويل اهي يا شباب، الدي ار دي دايمتر ار يعني ريجوليتنج ويل، الان ار روتيشنال سبيد السرعه الدورانيه بتاعه الريجوليتنج وير الان ار، الاي زاويه الميل بتاعه الريجوليتنج وير بيبقى مايل، هتلاقي ان لو ده مثلا الامامي ده السايد فيو، هتلاقي ان الحجر او الريجوليتنج ويل ده بتبقى مايله بزاويه ميل اسمها اي، ليه بقى؟ عشان تعمل تزق الورك بيس تعمل الثروفيد اللي احنا بنتكلم عليه، ما هو ده اتجاه ثروفيد، انا دخلت هنا هبدا اشغل الجزء الاولاني وبعدين يحصل فيد اشغل الجزء اللي بعده وهكذا وهكذا، ده اسمه الثرو فيد، الميل ده عشان تعمل زي ايه حاجه انها تزق الشغله تحركها، فهو ده اللي بيحصل الثرو فيد، يبقى الاي ده زاويه الميل بتاعه الريجوليتنج ويل، الان ار الروتيشنال سبيد بتاعه الريجوليتنج ويل ار بي ام طبعا، الدي ار الدايمتر بتاع الريجوليتنج ويل، والاف ار الثرو فيد ريت، هعوض في المعادله دي احسب منها الفيد ريت. طيب ايه هو الثرو فيد؟ الثرو فيد ده هو الفيد او التغذيه بتاعه اللينس بتاعه الورك بيس، يعني انا عندي اللينس الورك بيس دي اللينس بتاعها مثلا وليكن كان 1000 او مثلا 3 متر 3000 ملم، هبدا اعمل تغذيه لل 3000 ملم في قد ايه من وقت؟ يبقى الفيد ريت المفروض هتساوي اللينس اللي انا هعمل له فيد ده على التايم عشان تساوي ملم مثلا لكل دقيقه، والمعادله بتاعتها بتساوي الباي في الدي ار في الان ار في الساين ار. طيب لو هو مثلا مجهول عندي الاف ار ومجهول عندي الاي في بعض المسائل زي المساله الاخيره كده في الشيت، ومطلوب مني الاي بيقول لي علما بان انا طول الشغل 3000 مثلا او 5000 والوقت اللازم لعمل التغذيه ليها او تشغيلها التي بيساوي كذا، فانا هحسب من الفيد من هنا، يبقى التغذيه اللازمه ان انا اعمل احرك ثرو فيد لللينس ده في التايم قد ايه عشان اعمله تشغيل كله، يبقى ده الفيد الثرو فيد، حسبت الثرو فيد هحط هنا واحسب منها الاي في المعادله. وبكده نكون وصلنا لاخر حاجه يا شباب، هنبدا نحل مسائل الشيت. اول مساله في الشيت عندنا يا شباب بتقول ايه؟ ان سيرتين سيرفيس جرايندنج اوبريشن، يعني في عمليه تجليخ او جرايندنج قطر حجر الجلخ كان بيساوي اويل دايمتر 160، يبقى اول حاجه بقول لك جيبن كده ان قطر حجر الجلخ بيساوي 160 ملي، عندي اذا انفيد بيساوي 0.075، الانفيد اللي هو الديبس اوف كات اللي هو الدي، زي ما شرحنا قلنا عندنا نوعين من الفيد، عندي كروس فيد وعندي الانفيد، الانفيد ده اللي هو الديبس اوف كات، ديبس اوف كات 0.075 ملي. زويل سبيد زويل يبقى حجر الجلخ يبقى قصده الفي بتساوي 1425 متر في الدقيقة. ورك سبيد يعني قصده في دبليو او تيبل سبيد بتساوي 15 متر في الدقيقة، دايما خلي بالك ان الورك سبيد سرعتها اقل. اذا كروس فيد بقى يقصد ايه؟ الدبليو، يبقى الدبليو عندي كروس فيد بيساوي
4 مللي. بعد كده بقول the number of active grits per square millimeter of wheel surface C بيساوي 3، يبقى C بيساوي 3 grits per millimeter مربع. بعد كده بقول لي المطلوب بقى ايه، واحد عاوز average length per shape، عاوز average length per shape اللي هو يقصد بيها يا شباب، يقصد بيها اللينس شيب ال سي، او ساعات بيطلق عليها الكونتاكت لينس. يعني زي ما هنشوف في المسائل دلوقتي، بعد كده هتلاقي بيقول عليها الكونتاكت لينس. الافريج لينس بيساوي ايه؟ ال سي بتساوي جذر دي في دي، هتساوي جذر 160 في 0.075. تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا 3.46 ملي. بعد كده 2 عاوز the meter remover rate، meter remover rate MRR، اكتب معادلة ال MRR meter remover rate بتساوي ايه؟ بتساوي ال VW سرعة الورك بيس او سرعة التيبل في ال W كروس فيد في ال D. ال V W كام؟ خلي بالك هنا الوحدة ملي متر مكعب لكل دقيقة، يبقى لازم احول السرعة لملي، لان هو مديها لي بالمتر في الدقيقة، يبقى 15 في 1000 عشان احولها لملي متر في الدقيقة، في ال W باربعة، ال D بزيرو بوينت زيرو سبعة خمسة. هتطلع معايا كام يا شباب؟ هتطلع معايا 4500 ملي متر مكعب لكل دقيقة. آخر حاجة طالب the number of ship removed per minute، number of ship removed per minute اللي هو يقصد بيه ال NC. ال NC بتساوي ايه؟ ال NC بتساوي ال V سرعة الويل او الحجر الجلف في ال W في ال C. ال C هو مديهالي وال V معايا، وحدتها ايه يا شباب دي؟ خلي بالك الوحدات مهمة جدا، بتساوي شيب لكل دقيقة. ال V هنا بالمتر، لازم احولها لملي متر عشان ال C هنا بملي متر مربع، يبقى 1425 في 1000 في 4 في السي ب 3، هتطلع معايا كام؟ 1 17 1 في 10 أس 6 شيب لكل متر مربع، لكل دقيقة قصدي، معلش يا شباب، لكل دقيقة، لكل دقيقة. كده تكون أول مسألة خلصت عندي. بعد كده يا شباب تاني مسألة بيقول لي 200 ملي متر ديامتر جرايندنج ويل، يعني الجرايندنج ويل أو حجر الجلخ القطر بتاعه الدي بتساوي 200 ملي متر. 25 ملي متر وايد، يعني البي بتساوي 25 ملي متر. البي اللي هو عرض حجر الجلخ او ساعات بقول عليه التخانة، هو مدور فتعتبرها عرض بقى تعتبرها سيكنس. is used in a certain surface grinding job performed on a flat feet treated the wheel is rotating to achieve surface speed. يبقى الحجر بيدور بسرعة v 1500 متر في الدقيقة. with a depth of cut اللي هو الان فيت، يعني الدي بتساوي 0.05 ملي متر بير باس في الباص الواحد. اكروس فيت
ال W بتساوي 4 مليمتر. The reciprocating speed of the work يعني يقصد ال VW هو الحركة الترددية بتاعة التيبل أو ال work piece تساوي 6 متر في الدقيقة. The operation is dry. واللي أول حاجة عاوز اللينس، واحد مطلوب اللينس. What is the length of contact between the wheel and the work piece؟ مطلوب اللينس اوف كونتاكت. زي ما قلت لكم اللينس اوف كونتاكت ساعات بقول عليه الشيب لينس او اللينس اوف كونتاكت او الافريج لينس اوف ذا شيب بير مينت. يبقى ال سي عايز اول حاجه ال سي. ال سي هتساوي كام؟ ال سي بتساوي جذر الدي في الدي، والاثنين عندي. يبقى جذر 200 في 0.05 هتساوي 3.16 مليمتر. دي كده اول مطلوب. 2 عاوز مطلب رقم بي، بيقول لي what is the volume، what is the volume rate of meter removed، يعني اقصد الماتيريال ريموفر ريت او الحجم لكل دقيقه او الحجم بير تايم اللي هو الفوليوم ريموفد، الفوليوم ريت اوف ماتيريال ريموفد. طيب الماتيريال ريموفر ريت بتساوي ايه؟ ام ار ار بتساوي الفي دبليو في الدبليو في الدي، كلهم عندي. الفي دبليو حولها الملي، يبقى 6 في 1000 في دبليو باربعة، الدي 0.05 هتساوي عندي يا شباب 1200 ملي متر مكعب لكل دقيقة. ادي تاني مطلوب. 3 بيقول ايه؟ سي اف سي و ايه لو السي بتساوي 1. استيميز نمبر اوف شيب ريموفد بير يونت تايم، يعني عايز ال ان سي نمبر اوف شيب، لان وحدتها بتساوي ايه؟ شيب بير مينت. عايز ال ان سي. يبقى ال ان سي بتساوي ايه يا شباب؟ ان سي هتساوي ال في في ال دبليو في السي، كلهم عندي. ال في هحولها الملي. ال في بتساوي 1500 في 1000 في W باربعة في C بواحد، هتطلع معايا 6 × 10^6 شيب بيرمنت لكل دقيقة. ده رقم 3. 4 الراجل بيقول What is the average volume per ship؟ يعني ايه الافريج فوليوم بير شيب؟ زي ما قلت لكم في شرح القوانين، افريج فوليوم لكل رايش، الافريج فوليوم اسميها الاي في كابيتال كده، هتساوي الماتيريال ريموفر ريت على الان سي. انت الاثنين حسبتهم فوق، كل اللي هتعمله هتقسمه 1200 على 6 × 10^6 هتطلع معايا 2 × 10^4 ملي متر مكعب. ده الافريج فوليوم لكل شيب. بعد كده مطلب رقم 5 او المطلوب رقم 5 بيقول لي لو اف ال ان بتساوي او السي قصدي الكاتنج فورس بتساوي 45 نيوتن، أو if the tangential cutting force on the workpiece بتساوي 45 نيوتن، what is the specific energy؟ عايز ال UE specific energy. أعوض في القانون ال UE بيقول إيه؟ ال UE بتساوي ال FC في ال V على ال VW في W في D. الجزء اللي تحت ده هو الماتيريال ريموفر ريت، انا ممكن اعوض بيه على طول رايح دماغي يعني. فكل اللي هنعمله هنقول الاف سي بتساوي، الاف سي هتساوي 45 نيوتن مضروبه في 1500 على ماتيريال ريموفر ريت اللي هي 1200، هتطلع عندي بكام يا شباب؟ تطلع عندي ب 56 و2.5 جول
لكل ملي متر مكعب، وده اخر مطلب عندي. ندخل مسألة رقم 4 يا شباب، بيقول لي an internal cylindrical grinding operation، يعني عملية تجليخ او grinding داخلي، بعمل finish او تجليخ للسطح للديامتر internal diameter بتاع مثلا تيوب، عندي تيوب والتيوب من جوه بعمل لها تجليخ او finish داخلي. بقول لي ايه؟ to finish an internal bore، يعني القطر الداخلي، from an initial diameter، دي initial بتاع البور او التيوب ده، دي initial بتاع الورك بيس، نسميه كده الورك بيس، بيساوي 250 ملي. to a final diameter، بعد عملية التجليخ الديامتر الفاينل بتاع الورك بيس الداخلي هيساوي كام؟ 253، لانه داخلي، فلما بعمل تجليخ او فنش ليه فالقطر بيزيد اكيد، هفهمكم ازاي دلوقتي. زبور از 75 ملم لونج، يعني اللينس بتاع الورك بيس او اللينس بتاع القطر الداخلي ده بيساوي 75 ملم. جرايندنج ويل ويز انيشال دايمتر، بيستخدم حجر جلخ الدايمتر بتاعه، الانيشال دايمتر بتاعه ده بتاع الويل بيساوي 150. بقول لي بعد، والويتس بتاعه البي او السيكنس زي ما قلت لكم بيساوي 20 ملي. بقول لي بعد عملية التجليخ او بعد عملية الجرايندنج القطر بتاع الحجر الجلخ اصبح الدي فاينل بتاعه اصبح 148 ملي بسبب الوير، يعني حصل له تآكل. احسب لي الجرايندنج راشيو، يبقى عايز الجرايندنج ratio، required grinding ratio GR. بصوا يا شباب، التجليخ الداخلي او البور بتاع الشغل اهو، نعتبر ده الورك بيس، ده القطر الداخلي بتاعها، ده مقطع القطر الداخلي بتاعها الابتدائي اللي هو الدي اي بتاع الورك بيس 100 250. بقول لي بعد عملية التجليخ، انا بعمل تجليخ هنا للقطر الداخلي ده، اصبح كام؟ اصبح فحصل في تاكل هنا او حصل في فينيش هنا، خدت شويه اكلت شويه من السطح، شلت شويه معدن من هنا وشويه معدن من هنا، فالقطر الداخلي اصبح كام؟ القطر النهائي اصبح دي فاينل اصبح 253، يعني اخدت ملي ونص من هنا وملي ونص من هنا. اللينس بتاعة الورك بيس كلها او اللينس بتاع القطر الداخلي ده طوله بيساوي 75 ملي، تمام. الجي ار عندي يا شباب بتساوي الفي دبليو، حجم المعدن المزال من الورك بيس، على الفي جرايندنج ويل، والمعدن حجم المعدن او حجم التآكل في حجر الجلخ. حجم المعدن المزال من الورك بيس هيساوي كام؟ تعال نشوف الحجم بتاع الورك بيس اللي اتشال، الفي دبليو، حاول تعمل الرمز بتاعها مختلف شويه عن السرعه، الفي دبليو ده مساحه الجزء ده هتساوي باي على 4 مضروبه في دي فاينل تربيع ناقص دي انيشال بتاع الورك بيس تربيع، في ايه عشان اجيب الحجم بقى؟ في اللينس بتاع الورك بيس، هتساوي ايه؟ تساوي باي على 4 253 تربيع ناقص 250 تربيع مضروبه في 75، هتطلع معايا بكام؟ تطلع 8.8 7.43 ملي متر مكعب. يبقى ده حجم المعدن اللي انا شلته او عملت له فينيش من الورك بيس. بعد كده الفي جي، مقدار التآكل في الورك بيس، نفس الفكرة، ادي حجر الجلخ
الانيشال ده مثلا ده البي اللينس يعتبر اللي هو نفس اللينس بتاع الورك بيس نفس الفكره البي او السيكنس وعندي الانيشال دايمتر وعندي الفاينل دايمتر يبقى باي على 4 هتساوي دي انيشال تربيع ناقص دي فاينل تربيع مش الورك بقى ده الويل في ايه في البي اللي هي هتساوي باي على 4 في 150 تربيع ناقص 148 تربيع مضروبة في 20 هتطلع بكام هتطلع 9361.94 ملي متر مكعب خلي بالك هنا انا خدت دي انيشال ناقص دي فاينل اللي احنا بنتكلم عن هنا ايه تاكل خارجي يعني السطح خدنا من السطح السطح القطر الخارجي هو اللي اتاكل فقل فالدي انيشال اكبر من الدي فاينل لكن هنا الدي انيشال اصغر لان انا خدت من الداخل يبقى الار جي هتساوي كام هتساوي الفي دبليو اللي هي 8887.43 على معذره يا شباب 9361.94 هتطلع معايا 9.49 دي كده الراشيو بتاعت جرايندنج وي المساله اللي بعد كده يا شباب مساله رقم 5 في الشيت دي مساله حلوه ومليانه مش مليانه هي صغيره بس فيها فكره يعني بيقول لي اتس ريكوايرد تو ديترماين ذا ماشينينج تايم فور سيرفس جرايندنج اوف ا ورك هاز ا دايمنشن اوف 400 ملم لينس انا عايز يحسب الماشيننج تايم او وقت التشغيل لشغله الدايمتر بتاعها دي بتاع الورك بيس او اللينس بتاعها قصدي بتاع الورك بيس ال بيساوي 400 والبي العرض بتاعها بيساوي 200 ملي الويتس عرض 200 ملي ويتس اند 41 ملي متر سيكنس اللي هو الانيشال 41 ملم سيكنس تو بي هنعمل لها تجليخ او جرايندنج حتى السيكنس بتاعها يوصل 40 يعني انا هعمل ديبس اوف كات توتال ديبس اوف كات بكام من 41 ل 40 يعني هاخد من السطح 1 ملي توتال ديبس ب 1 ملي اللي هو 41 السيكنس الابتدائي بتاع الشغله لحتى تكون 40 يعني انا هاخد من السطح يعني اهو اعتبر ده الورك بيس كده الابتدائي بتاعها 41 بقت 40 يعني انا هاخد 1 ملي من السطح اللي فوق ده هشغله جرايند يعني التوتال ديبس اللي انا الديبس اوف كات التوتال اللي انا هنزله هو 1 ملي بعد كده بقول لي ايه باستخدام حجر جلخ القطر بتاعه دي بتساوي 200 ملي متر و25 ملي وايد البي بتساوي 25 ملي وايد السبيد بتاعه التيبل الفي دبليو تساوي 6 متر في الدقيقه بعدين بقى ركز في اللي جاي بيقول لي لو الانفيد واحد بيستخدم في حاله الرافنج واحد من 10 ملي للباص يعني انا في حاله الرف جرايندنج هاخد الفيد بتاعها او الدي في حاله الرف بيساوي 1/10 ملي للباص الواحد خلي بالك للباص الواحد في حاله الرف كاتنج او الرف جرايندنج وهاخده الدي في حاله الفينش بيساوي 0.05 ملي متر للباص الواحد ركز في الكلام في حاله الفينش بعدين رجع قال لي you can take total depth of cut in roughing يعني الواحد ملي اللي احنا فوق ده شفت مش احنا قلنا هناخد واحد ملي من السطح تمام قال لي انت ممكن تاخد الواحد ملي ده تقسمهم ازاي هتاخد منهم 9/10 ملي تعملهم rough cutting او rough grinding هيتبقى معاك من واحد هيتبقى معاك 1/10 قال لك الواحد من عشرة ده اشتغلوا finish grinding اشتغلوا finish يبقى التوتال ديبس اوف كات في حالة الرف هيبقى 9/10 التوتال ديبس اوف كات في حالة الفينش 1/10 لكن المسموح لك بتشتغل بالمكنة ايه في الباص الواحد 1/10 في الرف
و5% في حاله الفينش. تمام، تعال نشوف هنحسب الماشيننج تايم ازاي. قال لك الماشيننج تايم بتساوي المعادله بتاعتها الرئيسيه 2 في ال في اي في بي على 1000 في الفي دبليو في الدبليو. تعالوا اول حاجه نحسب ال ال، زي ما انا عارف ان ال ال بتساوي ال ال اللينس بتاع الورك بيس زائد دلتا. دلتا دي اللي هي الالاونس بتاعه التشغيل. ال ال بكام؟ ب 400 زائد الالاونس قلنا بناخدها ب 10، هتطلع معايا 410 مللي. بعد كده تعالى نحسب الاي، خلي بالك او عدد الباصات، انا حسبت ال ال اهو، تعالى نحسب الاي. الاي عدد الباص او عدد الاشواط التشغيل، انا عدد الاشواط اللي هستخدمها اثناء عمليه الجرايندنج. الاي بتساوي ايه يا شباب؟ قال لك بتساوي الاتش على الدي اللي هو التوتال ديبس في كات، العمق الكلي على العمق في الباص الواحد، ديبس في الوان باص. طيب انا في الحاله دي عندي رف وعندي فينش، يبقى هجيب اي للرف واي للفينش عشان اعرف استخدم كام شوط في حاله الرف وكام شوط في حاله الفينش. يبقى فور رف، تعالى كان بص فور رف كاتنج، فور الرف او رف جرايندنج، معلش رف جرايندنج، قال ان الدي في الرف بتساوي كام؟ بتساوي 0.1 مللي للباص. طيب والتوتال ديبس اوف كات في حاله الرف اللي انا قلت، هو قال لك الواحد مللي ده هتاخدهم 9 من 10 توتال ديبس اوف كات في حاله الرف، يبقى الاتش في حاله الرف بتساوي 9 من 10. يبقى اي بتساوي كام في حاله الرف؟ اي ار هتساوي اتش على الدي، هتساوي 9 من 10 على 1 من 10، يبقى انا هستخدم 9 باصز في حاله الرف جرايندنج. طيب فور فينش في حالة الفينش، فينش جرايند، قال لك ان الدي فينش بتساوي 1.05 في الباص الواحد، والاتش التوتال بتاعة الفينش بتساوي 1 من 10. يبقى الاي عدد الباصات في حالة الفينش هيساوي اتش على الدي، هتطلع معايا 1 من 10 على 0.05، هيطلع معايا 2 باص، هاخد شوطين. يبقى انا كده جبت عدد الباصات في الفينش في الرف وفي الفينش. بعد كده يا شباب هروح احسب البي، احسب قصدي الدبليو او الويتس الكروس فيت او الويتس اوف كات في حاله الفينش. زي ما قلنا احنا الدبليو بتساوي ايه في حالة الفينش؟ فور فينش، فور قصدي الرف، الدبليو بتساوي 2 على 3 بي، 2 على 3 في البي عرض الورك بيس. طيب اللي هي هتساوي 2 على 3 عرض حجر الجلخ قصدي في 25، هتطلع بكام؟ هيطلع معايا 16.67 ملي. فور فينش في حالة الفينش، الدبليو بتساوي تلت بي اللي هو هتساوي تلت في 25، هتساوي 8.34 ملي. كده انا حسبت كل حاجة موجودة عندي في المعادلة، ناقص بس بقى اروح احسب بقى الماشيننج تايم في حالة الرف والماشيننج تايم في حالة الفينش. يبقى اول حاجة ماشيننج تايم في حالة الرف، ماشيننج تايم في حالة الرف هيساوي ايه؟ ادي التي مقال هتساوي 2 في اللينس في 410 في الاي عدد الباصات 9 في البي عرض الشغلة كان بكام؟ 200 على الفي هيبقى 1000 في بي دبليو اللي هي كانت ب6 في الدبليو اللي احنا حسبناها في الرف كانت 16.67، هيطلع معايا الماشيننج تايم في حاله الرف 14
75 مينت 14 و 75 ثانية. طيب في حالة الفينش ماشينينج تايم في حالة الفينش هيساوي، يلا نعوض واحدة واحدة، 2 في اللينس هو هو 410 في عدد الباصات في حالة الفينش 2، عرض الشغلة 200 على 1000 في 6، الدبليو في حالة الفينش 834. هيطلع معايا كام دقيقة؟ هيطلع معايا 6 دقايق اسف شوية 4 5 5 4 في حالة الفينش. يبقى توتال ماشيننج تايم بقى بتاع العملية كلها، وقت التشغيل بتاع العملية كلها، الماشيننج تايم بتاع العملية كلها هيساوي الماشيننج تايم بتاع الرف زائد الماشيننج تايم بتاع الفينش، هيطلع كام؟ 14 و75 زائد 6 5 5 4 هتساوي 21.3 دقيقة. وبكده نكون خلصنا المسألة يا شباب. كل الفكرة هو جه الراجل في الأول زي ما شرحنا، قال لك إن أنا عندي توتال ديبس اوف كات هتاخده اللي هو 1 مللي من الشغلة. بعد كده قال لك إن التوتال ديبس اوف كات ده هتقسمه 9 من 10 للرف و1 من 10 للفينش، بس أنت مسموح لك تستخدم في الشوط الواحد في الرف 1 من 10 ومسموح لك تستخدم في الشوط الواحد في الفينش 5 من 100. جبنا عدد الباصات في الرف والفينش، جبنا اللينس بتاع الشغل، اللينس التوتال بتاع الشغله اللي هو اللينس بتاع الورك بيس زائد الالاونس. بعد كده حسبنا الدبليو في حاله الرف وحاله الفينش، بدانا نعوض في ماشيننج تايم للرف وماشيننج تايم للفينش، وحسبنا التوتال ماشيننج تايم. اخر مسالتين عندي يا شباب في الشيت اللي هو مساله رقم 6 ومساله رقم 7 على السنتر ليس جرايندنج. مسألة رقم 6 بيقول لي ايه؟ ان سنترليس سيرتين سنترليس جرايندنج ذا جرايندنج ويل، حجر الجلخ الدايمتر بتاعه، مسألة رقم 6 الدايمتر بتاع حجر الجلخ بيساوي 210 مللي. الريجوليتنج ويل هي اللي هي دي يا شباب اللي هي بتسند الشغله، الدي ار الرمز بتاعها دي، بس هنقول اكتب جنبه ار، الدي ار بيساوي 125 مللي. The grinding wheel rotate ال V بتاع الحجر الجلخ نفسه بيساوي 3500 RPM أو ال N بقى. طيب the regulating wheel ال NR بتاعتها، سرعة ال regulating wheel اللي هي بتسند الشغلة 150 RPM. بعد كده the inclination angle ال I بتساوي 3 درجات. في الاخر بيقول لي احسب السرو فيد ريت اوف سلندريكال ورك بار، القطر بتاعه 31 يعني الشغله قطرها 31، اللينس بتاعها 200 ملي متر. الكروس فيد يا شباب اللي هو الحركه الطوليه بتاعه الورك بيس، لان انا بجلخ جزء جزء، فده الكروس فيد، اتجاه الكروس فيد. يبقى السرو فيد بتساوي ايه؟ المعادله بتاعتي بتقول اف ار هتساوي الباي في الدي ار في الان ار في ساين اي. اعتقد كل حاجه موجوده، مش هنحتاج نحسب حاجه. يبقى نعوض تعويض مباشر، الاف ار هتساوي ايه؟ تساوي الباي، الدي ار عندي ب 125، الان ار بيساوي 150 في ساين 3 درجات، هتطلع معايا 3082.8 ملي متر لكل دقيقة. يعني السرو فيد في الطول 3000 لكل دقيقة، حرك ده يعمل كروس او سرو فيد قصدي تغذية طولية كده مقدار 3 متر و82 ملي لكل دقيقة. المسألة رقم 7 بيقول لي a centerless grinding operation uses a regulation wheel، يعني الريجوليشن ويل الدايمتر بتاعه بيساوي 150 ملي، والروتيشنال سبيد بتاعته ال ان ار بتساوي 500 ار بي ام. ات وات انكلينيشن انجل، يعني بيقول لي ايه الانكلينيشن انجل اللي هي الاي. تمام، اللازمه عشان
يحصل ثرو فيد للورك بيس بمقدار، يعني الورك بيس بقول اللينس بتاع الورك بيس بتساوي 3.6 متر، والعرض بتاعها دي دبليو بتاع الورك بيس بيساوي 22 مللي، يحصل لها ثرو فيد خلال العملية كلها بمقدار التايم وقت بيساوي 1 منت. الثرو فيد يا شباب، الفيد اصلا عبارة عن ايه؟ فيد ريت عبارة عن اللينس. في حالة الثرو فيد ده اللينس اللي انا هيتحرك او هيحصل فيد لللينس في وقت قد ايه في التايم، يعني انا هحرك اللينس ده في وقت قد ايه على التايم. يبقى انا معايا اللينس 3.6 او 3600 على التايم اللي هو 1 منت، يبقى انا هحرك اللينس بمقدار 3600 ملي متر لكل دقيقة. ده الفيد ريت. معايا الفيد ريت هكتب القانون بتاعها، الفيد ريت بيساوي الباي في الدي ار في الان ار في الساين اي. يبقى ساين اي هتساوي ايه؟ يبقى ساين اي هتساوي الفيد ريت على الباي في الدي ار في الان ار. يبقى اي هتساوي ايه يا شباب؟ يبقى اي بتساوي ساين انفرس الفيد ريت 3600 على الباي الدي ار بكام؟ ب 150 مضروبه في 500، هيطلع معايا الاي بكام؟ 0.875 درجة. يبقى كده خلصت آخر مسألة. بالتوفيق يا شباب، والناس تدرب وتحل بنفسها وبإيديها، ولو في أي مشكلة الناس تكلمني أو تبعت على الجروب. شكرا، بالتوفيق يا شباب.